أروي لكم قصة حصلت لي أنا، لأرويها لما فيها فائدة. في وقت قديم كنت في مجلس الإمام ابن باز رحمة الله عليه، والناس من حوله كثير يسألونه ومتزاحمين عليه. أنا في نفسي سؤال أريد أن أسأله، لكن زحام عند الشيخ. فلما بدأ يؤذن المؤذن تفرق عنه الناس وهم يعرفون، وأنا ذاك الوقت لا أعرف ولا أدري. فقلت في نفسي فرصتك يا عبد الرزاق، الشيخ ما عنده أحد. ورحت عند الشيخ وسلمت عليه، السلام عليكم الشيخ، عندي سؤال. قال اسمع الأذان، اسمع الأذان، عادها مرتين، اسمع الأذان، اسمع الأذان. هذا قاله لي رحمة الله عليه. فالأسئلة والعلم كله يتوقف، وكان رحمه الله مطرق ويسمع الأذان ويقول مثل ما يقول. لكن جئت وبظني أنها فرصة ثمينة ما عنده أحد، فقلت عندي سؤال يا شيخ. قال اسمع الأذان، اسمع الأذان. فهذه وصية من الشيخ لنا جميعا، اسمع الأذان، اسمع الأذان، اذكروها وانتفعوا بها، أن وقت الأذان اسمع الأذان، اسمع الأذان وقل مثل ما يقول المؤذن. حتى لو كنت تسمع قرآن أوقف السماع القرآن واسمع الأذان وقل مثل ما يقول المؤذن. سبحان الله، هذا فيه بركة عجيبة، عجيبة جدا، تتعلق بالصلاة نفسها، وأثر ليس بالهين في خشوعك في صلاتك وطمأنينتك فيها، له أثر عظيم جدا. لما يبدأ الأذان هذه الدعوة التامة العظيمة تدوي وتوقف أنت أعمالك كلها معظما هذا النداء، مدركا عظمته ومكانته وأهميته، وتستمع إليه بدقة وتقول مثل ما يقول المؤذن، ينزل عليك من السكون والطمأنينة والإقبال على الصلاة، ويتساقط من قلبك هذه التعلقات الدنيوية والاهتمامات كلها تتساقط، وتجد نفسك منشرح الصدر لبيت الله، مبكرا للمسجد، تتسنن وتذكر الله، ثم تصلي صلاة تختلف عن صلاة الآخرين. وانظر، هذا ترى له أثرا عظيما عليك في صلاتك. مجرد ما تسمع النداء أوقف كل شيء واستمع للمؤذن وقل مثل ما يقول.